السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس. معكم امين في اند وي توك. يعني الناس اللي جديده في القناه اللي ما شافونيش ولا اللي اول مره يتفرجوا الفيديو تاعي ولا اللي يتفرجوا فيديوهاتي وبعد ما زدتش بنت، هذا انا امين، ندير فيديوهات في لاشين هذه، وعندي انستغرام اسمه سلافي، وعندي انستغرام واحد اخر اسمه اند وي توك، ونشارك معكم يعني يومياتي في السفر، ماشي يومياتي، يعني نشارك معكم الرحلات تاعي في السفر. وعندي بزاف ما بوستيتش فيديو، وجيت ندير فيديو برك باش نتفاهموا. هذا ما كان فاهمكم، ان شاء الله تفهموا. سو الفيديو تاع اليوم راح تكون باش نشرح لكم علاش حبست، يعني ما بوستيت حتى حاجه في الشهر هذا ولا شهرين، ما شفيت حتى وقتاش كان اخر فيديو بوستيته، لانه من هذاك الفيديو كنت معول نزيد نبوستي فيديو واحد اخر، صراو بزاف حوايج في الجزائر وصراو بزاف حوايج معايا، سو حبست ما وليتش نبوستي، اند ذاتس ذا واي ما شفت حتى فيديو في لاشين هذه من هذيك المده. اوكي انا متفاهمين، هذه انا متفاهمين. حاجه اخرى، علاش حبست اليوتيوب ولا علاش ما عاودتش بوستيت في اليوتيوب وكنت اكتيف في الانستغرام؟ يعني في الانستغرام ما كنتش محبس فريمون بزاف، حبست كوميم واحد الشهر هكا في الانستغرام، كانت لانه الانستغرام اسهل، يعني تهز التليفون تاعي بوستي ما وعندي كونتنت، يعني عندي واحد 23 تيرا هكا تاع كونتنت باش ما نزيدوش بزاف، قول 10 تيرا تاع بي اتش دي تاع لا ريشيرش، دونك يبقاو 13 تيرا كاع كونتنت اللي راه واجد باش تبيبليه، ما هوش واجد باش يتبيبليه باسكو مازال ما تيديتاش. اوكي هذه غير باش نتفاهموا، لكن باش تفهموا يعني على العموم حبست لاسباب، والاسباب هذيك ما كنتش قادر نبقى في اليوتيوب ونبقى لحياتي ولا نبقى الامورات اللي كانت صرا معايا. اوكي هذه سي البوان الاول. بوان دوزيام، درك اسكو راح نرجع نبيبلي فيديوهات ولا والو؟ ان شاء الله ان شاء الله نعاود نرجع نبيبلي فيديوهات فلاشين هذه في فلاشين اند ويتو. I'm not switching to English just like I did before. Well, but there is people who are following me since I was speaking in English, doing vlogs in English, doing videos in English and all that. احنا بقى نهضر عربية. That's the good news. Okay. حاجة أخرى اللي راح تكون فلاشين هذه أنا راح تكون أكثر من سفر. يعني أنا نهار اللي حليت لاشين ما كانتش غير باش ندير فيديوهات على السفر. أني كنت في الجزائر. في الجزائر. وللعلم برك لاشين هذه حليتها في 2015، بديت ببلي فيها في 2016، ومن 2016 ليومين هذا رانا اكثر من 30,000 مشترك. يعني يعطيكم الصحه بارك الله فيكم اللي راكم الحين هنا، اللي مازال ما كرهتوش مني واللي مازالكم راكم تفرجوا فيديوهاتي، بيغ اب ليكم لي زون ولي فان كاع نتوما فور. المهم اند ذا اذر بارت از بلي I'm gonna be doing more than videos. يعني videos تاع traveling. ما ماش نبقى ندير غير سفر. كان فيديو كان ركن ولا جهة تاع لاشين اللي راح تبقى فيديوهات على السفر. كيفاش سافرت في آسيا ولا كيفاش سافرت في بلاصة واحدة أخرين في الجزائر. كيفاش دي التأشيرة تاعهم يكونوا more details. يعني الفيديوهات راح يخرجوا على هذاك القالب هذاك تاع نهز كاميرا نهز قدامي وكلش يكون on direct. لكنه بالك الانتراكسيون عندك مع الكاميرا. أنا نعيش بالك عفسة أول خطرة نديرها. ولازم بارطاجيها معاكم بعد لازم انا ثاني كونسونطري ولازم انا ثاني نستمتع باللحظه والمرات هذيك. مرات يفوتوا شويه لي زانفورماسيون يروحوا وما يكونوش ديتيل، يعني نسي نلم المعلومات اكثر بالك البلايص اللي انا رحت لهم والبلايص الثانيه اللي انا ما رحت لهمش اللي صافولكو يعني اتس وورث ات باش تفيزيتيهم. حطهم كامل في فيديو، والفيديو هذيك ان شاء الله راح تكون كواليتي اللي تستجيب لواش نتوما راكم تستناو من لاشين هذا. دي جهة السفر. الجهة الدوزيام هي يعني ما هضرتش بزاف في لاشين هذي على واش هي خدمتي واش ندير انا في حياتي واش نخدم كيفاش نخدم والامورات هذيك. انا خريج اعلام الي، يعني عندي ماستر في اعلام الي، يعني نوجد في بي اتش دي كمبيوتر ساينس اوبشن ارتفيشال انتليجنس سو اي تي، ام ذا اي تي جاي، يعني نخدم بالعربية صعيبة عشان نخدم في الانترنت، والو الناس قاع ولات تخدم في الانترنت، نخدم بالانترنت وي نخدم بالانترنت وما عنديش انترنت هنا في الدار تكوبات. وات ايلس، انا مطور برمجيات، هذا واش كنت نحوس مطور برمجيات. بالك راح نعطيكم مور تيبس يعني للناس اللي يكونوا في المجال تاع الانفورماتيك ولا مجالات واحده اخرى انهم دي ثينك اوتسايد ذا بوكس
باش يخيروا لا كارير تاعهم. لا كارير تاعهم يعني تاع الخدمة مش تاع القراية، وهذه لا كارير اللي تقدر ديسيديها من النهار الاول تاعك في الجامعة. علاش الجامعة ماشي الليسي؟ لانه الليسي راك تخمم تقريبا السبيسياليتي اللي راح ديرها، من بعدها كي تطلع لا سبيسياليتي اللي تقدر دير ابديت ولا دير ريفريش واش كاين في هذيك لا سبيسياليتي. انا نشوفوا بزاف ناس قراو انفورماتيك لكان بقاو في هذيك الانفورماتيك تراديسيونيل، انه قريت انفورماتيك خرج انفورماتيسيان. انفورماتيسيان فيها واحد 25 خدمه هكا. So which one of them you are. وماناش كاع بوليفالون سو بون، دونك لازم نخيروا واحده من المجالات هذه ونتخصصوا فيها ونكونوا زعما اكسبيرت في حاجه واحده. اوكي دونك هذا بالك خاصني نبارطاجي معكم، ديروا فيديوهات اكثر يعني اللي نقصروا فيهم برك، ولينا نهضروا على حوايج بالك انا تعلمتهم، بالك حوايج انا نتعلمهم منكم، بالك حوايج تعلمتهم من ناس واحدين اخرين، and they are worth باش نبارطاجيهم معكم. بلاصه ترازيام ولا ركن ترازيام اللي راح يكون في لاشين هذه واللي راح ندير فيديوهات اكثر واكثر، هما اني نخليكم نتوما تحكموا على الحياه هنا في ماليزيا. يعني ماشي يكونوا هذوك الفلوجز اللي ياخذوا بزاف وقت باش نصورهم باش نيديتيهم باش نخير لوكيشنز باش نزيد ندير ريسيرش من وراهم باش من بعد نكومبايني اول ذيس ونحطو في لاشين يوتيوب. لا، راح نخرجوا نديروا جو برو ولا تليفون نخرجوا برا و يو غانا بي ايمرجد the life in Kuala Lumpur, the life in Malaysia. وين نديكم البلايص اللي بالك نتوما كاع حابين تزوروهم، تقدروا تشوفوا البلايص هادو، تقدروا نهضروا على هذوك البلايص، ونقدروا للناس اللي حابه تجي عيش في ماليزيا، وللناس اللي معاولة تجي تقرا في ماليزيا، وللناس اللي هاي حابه برك تسافر ماليزيا، ولا حتى الناس اللي ماهيش قادره تجي لماليزيا يقدروا يكونوا عندهم معلومات اكثر على المكان هذاك، ولا على واش راهو يصرى هنا في ماليزيا. علما انه ماليزيا راهي يعني تتعامل مع الوباء بشده، يعني لدرجه انهم من مارس 2020 عندهم ابليكاسيون تطراكي وين تروح وين تجي، قبل ما تدخل حانوت لازم تسكاني، قبل ما تطلع الطاكسي لازم تسكاني، قبل ما تدخل وين تسكن لازم تسكاني. المرات هذه كامل خلاتهم انهم زعما ذا كيرف هذيك الكيزز باش ما يزيدوش بزاف، وكي جات لا فاريون تاع دلتا طلعوا بزاف ليكا، ولهذا ثاني كان شويه سبب انه حتى الناس اللي عندهم فيزات ولا عندهم اقامات في ماليزيا ما يقدروش يدخلوا. حتى الدرك داروا قوانين وداروا اجراءات يعني لازم الناس يتبعوها ويحترموها باش يقدروا يدخلوا لماليزيا. هذو كامل ان شاء الله نهضروا فيهم في فيديوهات، ونزيدوا لكم حاجه واحده اخرى اللي هي ريفيوز تاع سام برودكت لي براندز راهم يبعثوا لي. يعني كاين براندز راهم يبعثوا لي برودكت ما كنتش درت عليهم الريفيوز من قبل، لانه نبعثهم العنوان تاعي تاع الدار يعني لماليزيا، واوتوماتيكمون ما كانش عندي اكسس، كانش عندي اكسس. وريمي يعطيك الصحة اللي you kept my stuff for more than a year. يعني that's why you should have like good friend everywhere you go. Thank you, thank you very much. والله شامي نسهلك. And دورك اللي راح نقدر ندير لكم فيديوهات على كامل هذوك البرودكتس، مع انه البراندز كامل كانوا متفاهمين اني ما عنديش اكسس للبرودكتس تاعهم وما طلبوش مني ولا بدون ضغط، لكن خلينا نقولوا باللي نهار اللي تواصلوا معايا باش ندير ريفيوز لهذوك البرودكتس راح نديرهم، ماشي على طريقه ابراهيم صديق طالب لانه ذا سنسي، بصح راح نسيي ندير لكم البرودكتس اللي انا بالك نستعملهم اللي انا بالك ينفعوني، ولا البرودكتس بالك توما حتشوفوهم از جيرز ولا برودكتس ولا سمثينغ ذات كان هيلب يو يقدر يساعدكم في حياتكم. وهذا كامل راح يكون هنا. يعني اليوم راني ندير لكم فيديو في ذا سبيس اللي في داري، راني معول نديرو ذا سيت اب اليوتيوب. يعني عندنا حيط ابيض، اوكي الحيط الابيض هذا زدت راني نحوس على البيرو اللي راح نحطو تماك سو اي كان ورك، ونحي قشي من الطابله تاع الماكله، طابله تاع صاله مونجي اللي هما الناس ياكلوا فيها، انا راني حاط فيها البي سي ولي ديسكتور ولي كارني وخلاطه هذيك كامل. سو that will be my creative space في الدار، and hope اللي ما طولتش عليكم بزاف بالهضره، بالفيديوهات الجايه ان شاء الله راح يكونوا فيهم معلومات على الاقل تتعلموا حاجه صغيره مني، وما يبقاش الكونتنت يعني كونتنت ما فيه لا اساس لا راس. اوكي هكا بزاف، there is no much energy باسكو راهي زوج ونص تاع الصباح، مانيش حاب جيراني يشكو بيا. So I don't know اذا يسمعوني ولا، بصح مانيش والله ماني حاب يشكو بيا. So مانيش نعيط مع انه المايك مليح تسمع يجبد نورمالمون، مي يا تفكرت باللي راح لي مايك، يا الوايرلس جو راح لي، ما باليش وين، ما باليش وقتاش، ما باليش كيفاش، I didn't find it.
اذا طاح سلامت الراس اذا داوه اخدم به برك دير فلوقات يا خويا يدي تو دير به فلوقات وما تنفعنا بحاجه هكا ان مين تايم قبل ما نعاود نرجع نبوستي سير يوتيوب راح تقدر تلقاوني في انستغرام راني نحط بزاف لي ريلز واي راني نحط بزاف لي ريلز بيكوز اتس وات بيبل وان سي باسكو الناس قاعده راهم يديروا حط ريلز حابين يشوفوا فيديو ما تحطهاش برك ستوري حطها ريلز باش نعاودوا نشوفوا البلاصه هذيك دونك راني قاعد نبارطاجي معكم البلدان اللي رحت لهم من قبل وراح بارطاجي معكم حوايج وهذه الاخرين من هنا من ماليزيا وهذه هي اي ثينك هذا واش كنت حاب نقول لكم في الفيديو هذا في الفيديو الجاي هضره واحده اخرى يعني الفيديو هذا باش نفهمكم اذا حبيتوا زعما اذا حبيتوا نرجع للفيديو هذا ما كان تهلاو في روحكم تلقاو الفيديو الجاي ان شاء الله سلام